بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم على Resource Allocation. Resource Allocation مقصود بيها توزيع الموارد على التايملاين اللي عندي طبقا لتوزيعها على الاكتيفيتي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان ممكن الريسورس يكون متوزع على احد الانشطة، والنشاط ده مدته زي الـ RC Foundation اللي موجود عندنا مدته 7 ايام، بس مش شرط ان هو يكون متوزع في كل الايام. زي مثلا الكونكريت مش شرط انها هتيجي في اليوم الاول والتاني والتالت، لا اكيد هتيجي في اليوم بتاع الصب اللي هو اخر يوم في النشاط او اللي قبل الاخير او ايا كان على حسب ترتيب النشاط. نفس الحكاية مثلا الربار مش هتيجي اخر يوم، وممكن تبقى في اول يوم بس، ممكن تبقى قبل اول يوم ساعة التوريد وهكذا. كل ريسورس على حسب هو بيعمل ايه. النجارين مثلا هيشتغلوا في البداية وبعد يوم الحدادين، بعد كده النجار ممكن يقفل شغل، وعمال الصب هيشتغلوا في اليوم الأخير. هي دي موضوع الالوكيشن، إن أنا أبدأ أوزع الريسورسز المتوزعة على نشاط، أوزعها على التايم لاين أو أرصصها على التايم لاين. هنتكلم في الموضوع ده على كذا نوع إن أنا أقدر أغير بيهم موضوع الريسورس الالوكيشن، وهنبدأ بالموضوع الشهير اللي هو الريسورس كيرفز. الريسورس كيرف او المنحنى بتاع توزيع الريسورس، منحنى توزيع الريسورس هو عبارة عن منحنى ثابت بعرف قيمه اللي بتخلي النشاط ان هو يستنتج ازاي الريسورس ده هيتوزع. هل المنحنى لينير فبالتالي كل يوم قد التاني، ولا هل المنحنى بارابوليك، ولا هل المنحنى واخد شكل معين زي ما هنشوف دلوقتي. هنبدأ الأول بالنشاط اللي عندنا اللي هو الـ RC Foundation and Tie Beam، ونروح على Resources، وهناخد أحد الـ Resources وليكن مثلا المهندس المدني اللي هو كان رمضان أحمد، وهبدأ إن أنا أشوف إزاي إن أنا أدخل الكيرف. طبعا الكيرف بيبقى موجود، لو مش موجود عندي ممكن أجيب Customize واختار جنرال وهلاقي فيها الكيرف، هدوس دبل كليك عليه هينتقل للناحية التانية، يبقى خلاص معايا احد الاعمدة. طيب هدوس هنا على الجزء بتاع كيرف، هيطلع لي دايلوج بوكس بيقول لي اختار انهي كيرف. دي الكيرفات المعرفة مسبقا. طب لو انا مش عايز اختار احد الكيرفات دي، عايز اعرف كيرف بنفسي، هروح لانتربرايز واختار منها ريسورس كيرفز. هيفتح لي الدايلوج بوكس الخاص بالكيرفز، دي الكيرفز الموجودة، او لو انا عايز اضيف كيرف جديد هقول له اد، لو عايز اعدل هدوس موديفاي. طيب خلينا نقول اد، هيقول لي عايز تعمل كوبي منين، او عايز اني فيهم يبقى ريفرنس ليك. هختار مثلا اللينير ان هو يبقى ريفرنس، واسميه ماي كيرف مثلا او اي اسم مناسب، وهبدأ ادوس عليه موديفاي. هيطلع لي دايلوج بوكس تاني خاص بالتوزيع. التوزيع هنا موزع لي ان في الاول 0، بعد 5 هيبقى 5، بعد 10 5 تانيين، بعد 15 هيبقى 5 تالت وهكذا. ايه المسافات دي؟ المسافات دي النسب المئوية، بدأ من اول 0 لغاية 100%. طيب من 0 لغاية 100% كم مسافة؟ هم 20 خمساية او 20 مسافة، قيمة كل واحدة 5%، بس عدد النقط هيبقى ازيد بواحد عشان الصفر، فبالتالي عدد النقط اللي عندي بيكون 21 نقطة مش 20. الواحد وعشرين متوقع ان في الاولى هيكون صفر، بمعنى ان في لحظة صفر لسه النشاط بيبدأ مش هدي حاجة، بعد 5% من النشاط هيدي 5% من اليونتس بتاعت الريسورس وهكذا. طيب لو انا عايز اي توزيعة تانية هبدأ ان انا اكتب، ممكن اكتب مثلا ايه، ان في اول 5 مثلا من العشرين اللي بعد الصفر هيكون 1 1 1 1 1، وبعد كده هيبدأ ان هو يزيد، هيبقى 4 4 4 4 4، وبعد كده هيبدأ يزيد تاني مثلا ويبقى 8 8 8 8 8، وبعد كده يقل خالص ويبقى مثلا 1 1 1 1 1 تاني. طيب هو كده ظبط لي المنحنى، بس لغاية دلوقتي التوتال بتاعه مش ظابط، عامل 74% بس. فباجي ان انا اقول له برو ريت، بحيث ان هو يعمل لي نورمالايز للمنحنى عشان يوصل للمية في المية.
فقسم لي النسب بحيث ان التوتال بتاعها يبقى 100%، بدل ما هو كان التوتال 74 خلى لي التوتال 100% عن طريق ان هو عدل الواحد اللي كانت هنا بقت 1.9، 1.4، 1.4، 1.4، 1.4، بعد كده 5 و7 مستمره، بعد كده 11 و4 مستمره، بعد كده 1.4 نزلت تاني ل 1.4 وهكذا. تمام كده انا عملت كيرف معين مثلا، واقدر ان انا استعمله او اقول له اوكي واسيبه، هلاقي الكيرف ده موجود وبقى اسمه ماي كيرف. لو جينا نبص لاحد الكيرفات التانية، خلينا نفتح برضو الانتربرايز وناخد منها ريسورس كيرفز ونشوف مثلا الباك لودد ونعمل له موديفاي، هلاقي ان اللي في الباك لودد هلاقيه في العشر نقط الاولين بيخليهم 3.5 وفي العشر نقط اللي بعديهم 6.5، يعني معنى كده ان يكاد يكون ضعف الجزء الاولاني، يعني بياخد نسب قليلة في نص المدة الاولاني ونسب كبيرة في نص المدة التاني. طيب لو انا جيت عدلت ماي كيرف مثلا وخليته ان هو كله اصفار، ما عدا في اخر ايام بياخد قيمة قد بعضها اللي هي 1 1 1 1 1، دي اللي هي اخر 25% اللي هم اخر 5 نقط، وقلت له بروريت هيبدأ يقول لي طبعا 20 في 5 100% عشان يوصل للمية في المية والباقي كله اصفار. طيب خلينا نستخدم الكيرف ده ونشوف هيعمل ايه في الريسورس. هقول له اوكي وهقول له هنا في الاسايمنت، بفتح شاشة الاسايمنت واقول له استخدم الكيرف بتاع ماي كيرف. طيب هي طبعا عدد اليونتس مش هيتغير والسعر مش هيتغير والبادجت كوست مش هيتغير، امال ايه اللي هيتغير؟ هتغير التوزيع. نعرفها ازاي دي؟ هروح للريسورس يوزج بروفايل، هاجي افتح هنا واختار المهندس المدني، محتاجين بس الاول نفلتر للكرنت بروجكت ريسورسز واختار رمضان احمد، هلاقي ان الريسورس ده كان موجود في البي سي، بس انا ما غيرتش في التوزيع بتاع البي سي، انا غيرت في التوزيع بتاع الار سي، الار سي فاونديشن كان موجود هنا في الار سي فاونديشن، المفروض ان هو كان موجود لكل الايام وكان الريت بتاعه، خلينا نرجع للريت، كان الريت بتاعه بتاع رمضان احمد كان 8 بردي، بحيث ان هو يوصلني ل 56 في السبع ايام، 8 في 7 ب 56، يعني 56 كانوا متوزعين على السبع ايام 8 كل يوم، في كل يوم 8. طيب اما اللي حصل اللي جد جديد بعد ما خليته يستخدم الكيرف ده، هنيجي على اليوزج بروفايل هنلاقي ان اول يوم اللي هو يوم ثرسداي ده اول يوم في النشاط ار سي، وتاني يوم عمل اللي هو ساتردي، بعد كده سانداي مانداي تيوزداي، دول كام يوم؟ 1 2 3 4، والخامس اهو، الخمسه دول ما حطش فيهم ريسورسز سابهم فاضيين، واخر اتنين حط فيهم كل الريسورسز ووزعهم، هنا بقت 24 وهنا 32 اللي هم مجموعهم 56، فعمل عملية زي الباك لودنج لليونتس نفسها. طيب استخدام الريسورس كيرف هيبقى استخدام عام قوي، انا مش قادر اتحكم بنسبه دقيقه قوي او بشكل دقيق في اليونتس كام بالظبط، انا بديله كيرف وهو يعمل سيميوليت زيه، هو يحاول ان هو يحكيه او يبقى شبهه. طب لو انا عايز اتحكم بشكل اكبر شويه هيبقى عندي في طريقتين تانيين، الطريقه الاولانيه ان انا اشتغل بالريسورس لاج، والطريقه الثانيه ان انا اعبي اليونتس نفسها لكل يوم بنفسي مانيوالي. طيب نبدا الاول بطريقه الريسورس لاج، هنيجي على الديتيلز تاني عشان نشوف الاساينمنت، وخلينا نشيل ماي كيرف ده وخلينا شغالين مثلا على الكونكريت بامب. الكونكريت بامب في النشاط ده اللي انا واقف فيه اللي هو الار سي، المفروض
انها تشتغل بتبدأ من 7 اوجست ل 14 اوجست زي ما النشاط بيبدأ وبينتهي. طيب وانا محتاج في منها قد ايه؟ محتاج 8 يونتس اللي هم 8 ساعات شغل. طيب 8 ساعات شغل بسبب النشاط ده 7 ايام فهو وزعها لي واحد لكل يوم. طيب هو بيقول لي ان انت معنى ان انت محتاج 8 في السبع ايام يعني محتاج لكل يوم واحدة. انا هقول له لا، هو الثمانية دول انا محتاجهم كلهم في اخر يوم. هعمل الكلام ده ازاي؟ هقول له انك ما تبدأش الريسورس مع بداية النشاط، مالكش دعوة بالتواريخ بتاعت النشاط. انت واخد دلوقتي تاريخ بداية النشاط وتاريخ نهاية النشاط، نفس المدة بتاعت النشاط كمان. لا ما تاخدش الكلام ده، انا عايزك تبدأ في اخر يوم في النشاط هو اللي تحط فيه كل الثمانية دول. خلينا نطلع الديوريشن برضو عشان تبقى ايه واضحة قدامنا. طبعا الستارت والفينش والديوريشن دول مش بتوع النشاط، دول بتوع الريسورس. خليها قبل الستارت وهقول له اوكي. طيب هي دلوقتي واخدة ان هي 7 ايام ويبدأ 7 اوجست وينتهي 14 اوجست. طيب هقول له ان الكونكريت بامب دي مش هتشتغل غير يوم واحد. هاجي عند 7 دي واقول له لا، واحد مش 7، يوم واحد. هلاحظ في ساعتها ان هي بقت من 7 ل 7. هو قال النشاط بيبدا 7 يبقى خلاص هينتهي في اخر اليوم بتاع 7. وهلاحظ ان البادجت يونتس بير تايم بقت 8 بير داي، ال 8 وزعهم على واحد بقى 8 في اليوم. طيب هنا هو بيبدا في 7 اوجست والنشاط مدته 7 ايام، بس انا عايزه يفوت 6 ايام ويشتغل الريسورس ده في اليوم السابع. يبقى انا هقول له ايه؟ هقول له اعمل لاج 6 ايام. هكتب هنا 6 واشتغل في اليوم السابع اللي هو يوم واحد، او الاوريجينال ديوريشن بتاعته هيبقى واحد. فبالتالي النشاط كان بيبدا 7، هيعدي 7 6 ايام اللي هم بتوع اللاج، ويبدا في اليوم السابع اللي هو كان هيبقى 14 اوجست، ويبدا يوم واحد اللي هي الاوريجينال ديوريشن، فبالتالي يخلص يوم 14. طيب تعالوا نشوف البروفايل كده ايه اللي حصل فيه. هلاقي ان بالنسبة للكونكريت بامب اهي، هلاقي ان هي بقت اليونتس كلها متوزعة يوم ثرسداي اللي هو اليوم الاخير في النشاط الار سي، ومتوزعة كام؟ ال 16 اول، لا ال 16 دي بتاعت الكوميوليتيف، متوزعة 8 دي بتاعت الهيستوجرام. المحور اللي على اليسار هو الخاص بالهيستوجرام، الهيستوجرام بيبقى الانترفال، لكن البروفايل زي ما قلنا قبل كده بيكون للكوميوليتيف للتراكمي. فبالتالي بالنسبة لليوم ده هقرا من المحور اللي على الشمال 8 اورز، يبقى ال 8 اورز كلهم بقى متوزعين في اليوم الأخير. طيب دي الطريقة التانية بتاعت الريسورس لاج. الطريقة التالتة بقى إن أنا آجي على السبريد شيتس، هلاقي بقى كاتب لي هنا 8 في اليوم الأخير. زي ما كنا قلنا قبل كده هشتغل أنا مانيوال بنفسي. تعالوا الأول نعدلها بس، نشيل اللاج اللي كنا عملناه. هاجي عند اللاج ده وأخليه 0 تاني، وأخلي الديوريشن 7 زي ما كانت، فبالتالي من 7 ل 14، والريت بقى 1 بير داي. وهاجي على السبريد شيت ده هلاقيهم 1 1 1 1 للريسورس اللي هو الكونكريت بامب. فهاجي هنا وأقول له لأ 0 مش 1، وهنا 0 وهنا 0 وهنا 0. لو في أي لحظة في النص رحت بصيت أنا عندي 1 2 3، لو رحت بصيت على الأسايمنت، خلينا نروح للديتيلز، ألاقي إن الأسايمنت هنا بقى كام؟ بقى هما التلاتة دول، يعني هو بيتابع معايا أول بأول، وعمل لي لاج هو من نفسه هو 4 وأوريجينال ديوريشن 3، التلاتة اللي هما 1 و1 و1. طيب نكمل في السبريد شيت، هقول له برضه هنا 0 وهنا 0، واليوم الاخير ده حط لي الثمان ساعات كلهم بتوع البامب. البامب هتشتغل الثمان ساعات كلهم يوم ثرسداي. اروح ابص على الاساينمنت في الديتيل، هلاقي ان نفس الوضع بتاع اللاج حصل، بقى فيه هنا 6 ايام لاج وواحد، ويشتغل 14 اوجست وكلهم 8 بير داي، الثمانيه كلهم متوزعين على يوم واحد.
فبالتالي بقى يعتد بالاوريجينال ديوريشن دي اللي هي قيمتها واحد والتي اختلفت عن ايه؟ عن السبعة ايام دول. نفس الحكاية 14 اوجست ده الستارت و 14 اوجست هي النهاية، على عكس النشاط نفسه بيبدأ 7 اوجست وينتهي 14 اوجست. وبكده يبقى خلصنا الفيديو بتاع الريسورس الوكيشن.